كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كنشكر الاطباء وكنشكر الفيرميرات وكنشكر المسخرين اي مسخره، كنشكر كل واحد سيدي. الحمد لله خرجنا بخير وعلى خير، كنشكروا اي واحد في هذا السبيطار. شويه مزيانين الحمد لله، مزيانين الحمد لله، الحمد لله وليدي الحمد لله، اللهم لك الحمد، حال حسن من حال. الحمد لله. السلام عليكم. طويل طويل العام مشير. الله ينصركم كاملين، الله يحفظكم، الله يشافينا جميعا. الطب المسخرين كل شيء، الله يرحم والديكم، الله يجازيكم. والملك الله ينصره، الله ينصره، الله ينصره، الله ينصره. الله ينصره ويعينه. العائلة العلوية كاملة جميعا إن شاء الله. الله يثبتنا، والله يهز علينا هذا القضاء، الله يهز علينا، الله يعاوننا جميعا، الله ينصر الجميع، الله يعاون وعاش المغرب، الله يذويه ويهز علينا هذا القضاء. الله معنا الحمد لله، جزاكم الله خير. هاد المناسبه ديال الشفاء حالتين اليوم تم الخروج ديالهم، وحنا جد مسرورين من تم الشفاء ديالهم، ونحاولوا ما امكن شفاء الحالات الاخرى اللي مازال باني نازلين في داخل المؤسسه. وكنطلبوا الحاجه الوحيده اللي كنطلبوا دابا لحد الساعه اللي كنطلبوا هو المواطنين يلتزموا البيوت ديالهم ويجلسوا في البيوت ديالهم. الحمد لله الواحد هنا باش ما تبقاش تنتشر هاد العدوى هنا، انا كنلاحظوا بان العدوى اللي كتنتشر بين الناس، وكنطلبوا منهم يبقاو في البيوت ديالهم وما يخرجوش. الحمد لله ملي كتصل شي حاله، ملي كيوصل الشفاء ديال حنا كنفرحوا، كنفرحوا بان كيبان المجهود ديال الطاقم الصحي بجميع الافراد ديالو، بالاطباء، بالممرضين، بالناس ديال النيتواياج، بالناس اللي كيتكلفوا بالاكل، بالحراسه الخاصه اللي كتكون، كلشي الحمد لله كيكونوا فرحانين وكيفرحوا بزاف. كتزيدنا من واحد العزيمه باش نزيدوا نقووا المجهودات ديالنا باش المرضى الاخرين تما ان شاء الله يتشافوا ويخرجوا تما صحاح. هادشي اللي كنطلبوا من الله، وكنطلبوا كما كيقولوا لنا اعاده اخرى، كنطلبوا من المواطنين التزام بالبيوت ديالهم، ما يخرجوا شيء، يبقوا في الديور ديالهم. هذا هو الطلب الوحيد اللي كنطلبوا حنا دابا تماك. الحمد لله يمكن تواجدوا بمستشفى دوك دو طوفا، فرحه كبيره الحمد لله اليوم خروج معافين ان كوبل، تبارك الله كما شفتوا تشافوا الحمد لله على يد واحد طاقم طبي وتمريضي كفء، الحمد لله كانوا تحت العنايه ديال هاد الناس، الله يجازيهم بخير. تبعوا الحمد لله الدواء اللي تسطرات وزاره الصحه وجاب الله الشفاء الحمد لله، واليوم فرحه كبيره بالنسبه لهم وبالنسبه لنا حنا، لانه هذا الشيء باش كنشوفوا وصلنا الحمد لله 10 حالات ديال الشفاء في المركز الاستشفائي الجهوي ديال طنجه، هذا كيحط بالسرور وكيدفع الناس مزيد من المثابره والمجهودات باش الناس كلهم ان شاء الله اللي تم استشفائهم
يخرجوا سالمين ان شاء الله ويرجعوا لوليداتهم. بهذه المناسبه كنشد على ايدي وزاره الصحه والعاملين بقطاع الصحه من ممرضين واطباء عاملين على المجهودات اللي كيديروا باش الحمد لله كيوفروا الخدمات اللازمه للاستشفاء، والحمد لله هما شهادتهم خير دليل على هذا. بالمناسبه كنعاود ناكد على الله يجزكم بخير المغاربه، جلسوا في ديوركم الله يجزكم بخير. في هذه الحاله حرجه، كاين اون ترانسميسيون انتر هومين، جلسوا في ديوركم اللي غادكم تخرجوا شي حاجه تقضيو غرضكم وترجعوا باش ما تجيبوش المرض لوليداتكم ولاهلكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.